السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناه سيرشاجي. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحه وعافيه ان شاء الله. في الفيديو ده باختصار شديد احنا لو انت عندك صور قديمه اللي هي مثلا فيها مثلا شروخات في الصور، مكان مثلا انت مطبق الصور كتير، او صور قديمه كمان اللي هي الالوان بتاعتها باهته، انا جايب لك حل رائع جدا، تطبيق رائع جدا موجود على جوجل بلاي ستور على متجر بلاي. تطبيق مجاني جدا بتستخدمه يعني بيديك اتاحه 5 صور في اليوم كرصيد مجاني، ولو انت عايز تعدل اكتر من صوره فبتدفع فلوس اكتر، بس ما اعتقدش الناس هتستخدم اكتر من 5 صور في اليوم. يعني انت تقعد تنوع بس. فانا سايب لك التطبيق، اسمه التطبيق اسمه ريميني. ريميني ده التطبيق موجود في جوجل بلاي ستور، هسيب لك التطبيق في الشرح، في الشرح، ولو انت مش عارف الديسكريبشن او الشرح ده فين اضغط على اسم الفيديو هينزل لك كده قائمه، هتلاقي يقول لك تحميل الان وخش وتحمله من على متجر جوجل بلاي ستور. برنامج محترم جدا، او قصدي تطبيق محترم جدا، وفعليا تطبيق هيفيدك كتير. وانا يعني هسيبكم عشان اوريكم بقى الفيديو ده دلوقتي، وانا بشرح لكم ازاي تخش على البرنامج وازاي تسطبه وازاي تنزل الصور وتعدل فيها وهكذا، مش هطول عليكم. فاتمنى قبل ما نروح للفيديو اتمنى تعمل لايك وتشترك معايا في القناه. شكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين من قناه سيرشاجي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. زي ما انتم شايفين دي واجهه البرنامج، فتضغط على سكيب او تخطي، وبعد كده لو انت عايز تدخل البرنامج عن طريق فيسبوك او جوجل فانا هدخل عن طريق فيسبوك، وهيدخلك هو عن طريق فيسبوك، وبعد كده دوس ليتر اللي هي التخطي دي، وهتضغط على انهانس يعني تحسين الصوره، وتدوس الاو سماح يعني سماح للصور، وهتختار الصور اللي انت عايزها. فانا هختار الصوره بتاعت العيل الصغير دي. فالصوره دي بص لو تلاحظوا دي مليانه تعريجات من كتر تانية الصور والبهدلة بتاعت الصورة اتبهدلت خالص، وبص البياض اللي في الصورة دي، فهندوس عليها علامة صح، فهيظهر لك، بيقول لك هيظهر لك دلوقتي إعلان فأنت لازم تشوفه. فأهو إحنا نشوف الإعلان أهو، بس أنا عايز أقفل كده ونشوف نجرب هيحصل إيه، ولو قفلت الفيديو هنشوف هيحصل إيه. هيقول لك لأ مش هينفع، فأنت لازم تشوف الإعلان اللي هو لمدته 30 ثانية. فإحنا هنضغط تاني على الإنهانس اللي هي الصورة تحسين الصورة، وهنضغط على الصورة بتاعت الطفل دي وهندوس صح. وللأسف انت لازم تستنى الإعلان اللي هيظهر لك دلوقتي ده، إعلان لمدة 30 ثانية. فأتمنى في خلال الوقت ده أتمنى ما تنساش حضرتك تعمل لايك وتشترك معايا في القناة، لأن فعلا فعلا والله 85% من اللي بيتفرجوا عليا في اليوتيوب بيتفرجوا بس لكن ما بيشتركوش ولا بيتفاعلوا خالص. فأتمنى تتفاعل تعمل لايك للفيديو وتشترك معايا في القناة، صدقني أنا بقدم يعني محتوى هادف ومحتوى فعلا فعلا أنا بتعب فيه علشان اجيب لك نتيجه كويسه، وان انت تبقى نتيجه انت حضرتك واثق فيا ان انت بتاخد نتيجه فعليا كويسه. فالاعلان قرب يخلص اهو، فهنقفل الفيديو اهو، هنقفله تمام. ودي الصوره، بص دي الصوره قبل وبعد، لو تلاحظ قبل على الشمال وبعد على اليمين اللي انا بسحبها من اليمين للشمال، هتلاقي على الشمال هتلاقي فيه كانت الصوره كانت منغمشه، على اليمين هتلاقي الصوره بقت اوضح شويه تمام. و لو عايز ان انت تحملها تدوس عليها تحميل، لا دي بتدوسها دي كده كده بنجيبها شمال او يمين. لو انت عايز هنخرج دلوقتي بره تاني، ندوس انهانس اللي هي بلس دي، بس للاسف انهانس بلس دي هتبقى محتاجه شويه بيرميشن او شويه فلوس شويه، يعني انت لازم تشتري فلوس. فللاسف احنا ده البرنامج ده فري، فهنختار اللي هو البينت دي او ده السكتش دي. بص اهو هندوس دلوقتي اهو، هندوس كده وهنقفل الفيديو، هنقفل الحته دي من فوق، وهنختار برضو صوره الولد ده وهندوس على علامه صح. للاسف اي علامه صح انت بتدوس عليها بيقول لك هيجي لك اعلان دلوقتي تتفرج عليه لمده 30 ثانيه، فدي برضو بتبقى مشكله كبيره، يعني اللي هي بتبقى انت بتبقى غصب عنك انت مضطر. بس دي حاجه على فكره، يعني ريميني ده او ابلكيشن ريميني او تطبيق ريميني ده فعلا فعلا محترم والناس كلها بتشكر فيه. وعلى فكره صح، انا يعني انا بعمل معاك الفيديو ده لايف، انا ما اشتغلتش عليه قبل كده، والله انا ما اشتغلت عليه، انا يعني انا بفتح الفيديو زي ما انت حضرتك تفتح الفيديو، انا ما فيش اي حاجه، انا بجرب زي ما انت هتشوف دلوقتي. هنقفل الفيديو اهو دلوقتي تمام، واستنى دي الصوره. الله 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 الله، شايف شايف التعليقات اللي على الشمال اختفت على اليمين تماما، شايف دلع الصوره دي من احلى الميزات اللي موجوده في الصور، شايف شايف الجمال، شايف
دي على الشمال واليمين. بص اختراع بجد، اختراع بجد بجد بجد، ده من افضل حاجه. هندوس عليها داونلود اهي، دوس عليها داونلود، دوس داونلود اهو، داونلود تاني اهي، وهتنزل عندي في المعرض. لو انت عايز ترفعها على الفيسبوك او تويتر او اي حاجه تاني، هنخرج اهو ونفتح الجاليري اهو، وهنخش على الصورة اهي تحت اهي. بجد بجد دي من افضل الحاجات اللي اتعملت. هي اي نعم صورة قديمة ولازم تحتفظ بالرونق بتاعها، بس التعريجات اللي هي مكان تانية الصورة وكده بصراحة اتظبطت. بصراحة دي من افضل الحاجات اللي انا شفتها في ريميني، وفعلا فعلا دي حاجة كويسة بالأمانة، دي حاجة كويسة جدا. فهنخرج اهو دلوقتي، هنخش على البرنامج ريميني تاني. تمام، برنامج هو لونه محمر اهو، اللون الاحمر ده. تمام، وهنخرج تاني وهنشوف بقى اي حاجه، اي حاجه جديده زي اللي هو دي دي من افضل الميزات اللي موجوده في البرنامج، اللي هو السكراتش، اسمه دي سكراتش. وفي البينت، دي البينت دي اللي هي الصور المرسومه، كانك راسم صوره كده كانها زي ايه، بالزيت او بالسمنه يعني، على حسب يعني حضرتك بتحب ايه. برضه هيظهر لك برضه اعلان تاني يعني، برضو يعني هنقول الو وهنستنى. برضو بفكرك ان حضرتك برضو ما تنساش تعمل لايك وتشترك معايا في القناه. والله انا زيك على فكره، فعليا انا بجرب الابلكيشن ده لاول مره فعليا والله، وانا معاك. فانا بحاول انا اكتشفه وانا معاك، انا بحاول انا اعمل لايف الابلكيشنز او التطبيقات علشان يعني تبقى انت عارف ان انا مش جاي محضر، او ان انا مثلا جاي بضحك عليك. لا انا زيك بالظبط والله، يوزر عادي خالص بستخدم زي اهو. وهنقفل الابلكيشن، وهنقفل قصدي الاعلان. تمام، ودي الصوره، بص الصوره مرسومه، الله شايفين الصوره عامله ازاي. دي الصوره قبل ودي الصوره بعد، دي قبل دي بعد، دي كانها مرسومه بالزيت او حاجه زي كده. فعلا فعلا صوره فعلا شكلها حلو، فعلا شكلها حلو فعلا، الله بجد. لو عايز تنزل لها صوره تنزل اهو، تدوس داونلود وكده الصوره نزلت عندك في الجاليري. وفعلا فعلا يعني ده تطبيق كويس. التطبيق ده صح ما فيهوش غير خمسة بس، خمس مسموح ليك خمس صور في اليوم، انا استخدمت ثلاثة فاتفضل لك اتنين، خمس صور في اليوم انك تعملهم، ودي فعليا. والانهانس اللي هي دي بتبقى للاسف محتاجة فلوس، فما اعتقدش ان احنا نحتاج فلوس. طب يبقى عندك فعلا فعلا بيجيب لك قوي خمس ثلاث اربع صور يعني، مش كتير يعني. بس وفي نهاية الفيديو أتمنى بس حضرتك ما تنساش تعمل لايك وشير وتشترك معايا في القناة. أنا اسمي محمد حسين، والسلام عليكم.